All I got is so bad. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا بما انه معظمكم عجبته سلسلة ايش راح يصير لو، فراح نسوي سلسلة جديدة اسمها ايش يصير داخل المخيم. وشرح السلسلة بكل بساطة ايش يصير داخل المخيم من فعاليات واحداث وحوارات وقصص ومضاربات الى اخره. كلنا نعرف انه في المخيم تصير اشياء كثيرة، يعني ممكن اثنين يضاربون، اثنين يشتد الحوار بينهم، او مثلا ايش ردة فعل افراد العصابة على الشيء المعين اللي صار. يعني المخيم تصير فيه له أشياء كثيرة جدا جدا جدا، وممكن البعض منكم ما يعرف إنها تصير، أو البعض الآخر يعني يعرف إنها تصير لكن يعني مو فاهمها وما عرف الترجمة لها. فإن شاء الله حنا نحاول بقدر الإمكان إننا نغطي كل شيء يصير في المخيم وداخل المخيم. هذا هو شرح السلسلة بكل بساطة. وفي أول حلقة من السلسلة راح تكون بعض أفراد العصابة من داخل المخيم أطلقوا بعض الوعود وبعض التصريحات، وفيها يعني تنبؤون بمستقبلهم، أو يعني لمحوا لإيش راح يصير لهم مستقبلا. وفعلا لاحقا في المستقبل هذا الشيء حدث لهم، يعني الشيء اللي قالوه حدث لهم فعلا. فتعالوا سويا نعرف مين هذول الأشخاص. أول شخص هو بيل ويليامسون، وبيل ويليامسون قال أنا في أحد الأيام راح أصير قائد لعصابة معينة، وأفراد العصابة راح يأخذون مني الأوامر. أسمعوا هذا الحوار معايا. One day folk will take orders from me. And trust me, it won't be no laughing matter. No, definitely not. Now let me tell you, if you were my boss, I'd never laugh again. Not a word of a lie. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well. Oh. Poor guy. طبعا زي ما شفتوا فعلا بيل ويليامسون في الجزء الأول أصبح قائد عصابة كبيرة في المكسيك، وأصبح يعني لديه أفراد عصابة يأخذون الأوامر منه ويسمعون كلامه، زي ما وعدنا بيل ويليامسون في الجزء الثاني من Red Dead Redemption 2. وهذا هو الوعد الأول من الشخص الأول. تعالوا ننتقل للوعد الثاني. الشخص الثاني راح يكون خافيير سكويلا. تعالوا أسمعوا الحوار معايا. You miss Mexico? Of course. Think you'll ever go back? I killed a man there. A powerful man. Over a woman. Guy in the army until he lost his position. I can't go back. Maybe one day. I'd love to go to Mexico. One day. Maybe you will. Hello, old friend. It's been a long time. Hello, brother. It's good to see you. I heard you was coming. You took your time, no? Come on, you're not gonna shoot your own brother, are you? We was family. Yeah, we were. Then you and Dutch went crazy and family didn't mean so much. So now you do the government's work. And what do? You just work for a different government. Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. Now, I ain't the judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it,
Might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill. In Dutch. Dutch is in Colombia. I can take you straight to him. Hmm? You left me to die? Whoa. To save your own skin. And now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you. Even now. وطبعا زي ما تعرفون في الجزء الأول جون مورستن وخافيير سكويلا يتقابلون في المكسيك، يعني اثنينهم يعني توقعوا أنهم راح يروحون للمكسيك، وفعلا هذا الشيء حدث وتقابلوا في المكسيك زي ما شفنا سويا. الشخص الثالث هو مايكا بيل الحنش، تعالوا اسمعوا الحوار. Why don't you fuck off back to hell? You hit like you dress. All feminine. Oh, I'll wipe that smile off your face one day. Believe me. You're not better than me, Morgan. Whatever you say, you fool. Damn you. Damn us both! طبعا زي ما شفتوا فعلا مايكا بيل الحنش اوفى بوعده وفجر جبهة ارثر مورغان وقتلوا بابشع الطرق زي ما وعدوا سابقا. اخص عليك مايكا بيل. الشخص الرابع ايضا راح يكون بيل ويليامسون، لكن بيل ويليامسون هذه المرة تنبأ ولمح انه راح يموت بعد 10 سنوات او ما يقارب 10 سنوات، والحوار كان بينه وبين جون مورستن. Ever wonder when you're gonna die? Try not to think about it. Could be tomorrow. Could be 10 years from now. You always was weak-minded. You're the one who let Dutch drive you insane. Dutch wanted you dead. We all did. Well, I'm going after him next. I'll outlive all of you. You always was a traitor. You bastard orphan. And you always was a dumb inbred hick. Esta noche duermo en tu cama, cabrón. Allende is dead. Mexico is mine. الشخص الخامس راح يكون جاك مورستن، وجاك مورستن هو صغير قال انه لما اكبر ابصير اللي هو الغانسلينجر او اللي هو محارب او مقاتل، وامه ابيجيل قالت دام اني حية ما راح تصير غانسلينجر ومقاتل. اسمعوا الحوار معايا. وزي ما شفتوا فعلا جاك مورستن أوفى بوعده لأمه وما صار غانسلينجر إلا بعد ما ماتت أمه، دفن أمه وكل حاجة، بعدها أصبح غانسلينجر، وأول مهمة يسويها كان إنه ينتقم من إدغار روس. Hey,
طيب هذه هي سلسلة إيش يصير داخل المخيم، فشاركونا آراءكم في خانة التعليقات، هل نستمر أو نوقف هذه السلسلة؟ رأيكم يهمني يا أصحابي. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.